تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل الأخبار. مشهد اليوم لن يراوح مصر ولن يراوح سفارات مصر في جميع أرجاء العالم التي فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر اليوم لاستقبال الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية الجديدة. هذا الاستفتاء الذي أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيبدأ اليوم في الخارج ويستمر حتى 21 من الجاري، بينما يبدأ التصويت في الداخل المصري غدا ويستمر حتى 22 من الجاري. حول هذا الموضوع سيكون معنا خلال هذه الحلقة الأستاذ ماهر عباس، نائب رئيس تحرير الجمهورية. مرحبا بك. أهلا بك. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة، فكونوا معنا. على مدار 3 أيام يواصل المصريون في الخارج التوافد على مقر اللجان الانتخابية للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستقبل البعثات المصرية المواطنين للتصويت في الاستفتاء الذي ينتهي بعد غد الأحد، وتجرى عملية التصويت في 140 مقرا انتخابيا ب 124 دولة يتواجد بها المصريون في الخارج. وتحرص السفارات المصرية على توفير جميع التسهيلات الإدارية والترتيبات اللوجستية والأمنية لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم، كما تتواجد أطقم السفارات لمتابعة عملية التصويت، كما تم تخصيص أماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن توفير مكان خاص للاقتراع لضمان توافر الخصوصية والسرية. من جانبها اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات تدابير للتيسير على المواطنين وضمانا لمنع تكرار التصويت من خلال استخدام الحبر الفوسفوري لمن يدلي بصوته، وكذلك مراجعة الكشوف النهائية للمصوتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتجاوز بتكرار التصويت. وتشهد عدة سفارات إقبالا كثيفا وخاصة في البلدان العربية، ومن بينها البحرين والكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة، حيث يوافق اليوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية، كما يواصل أبناء الجاليات في أوروبا وإفريقيا والبلدان الأسيوية التوافد على اللجان الانتخابية الفرعية لممارسة حقهم الدستوري. وقد أكد عدد من المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء اهتمامهم البالغ بالمشاركة في هذا الاستحقاق المهم، وذلك لما يعنيه من دعم لمسيرة مصر الحالية نحو التنمية الشاملة، وكذلك تعزيز الاستقرار والوقوف في وجه الإرهاب. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الأستاذ ماهر عباس، نائب رئيس تحرير الجمهورية. أهلا بك. وكيف تابعت عملية التصويت منذ صباح اليوم؟ أنا تابعت من أمس مع بداية أول دولة تم فيها التصويت اللي هي نيوزيلندا، وخلصت يمكن من ساعة ونص. كان مشهد رائع يدل على وعي المصريين بضرورة هذا الاستفتاء وضرورة المرحلة والتحديات. هناك وعي كبير لدى المصريين في الخارج من المشهد اللي شفناه في البحرين، شفناه في الإمارات، شفناه في الكويت، شفناه في السفارة المصرية في ألمانيا وغيرها من سفارات مصر في العالم، 124 سفارة، 141 لجنة، تظاهرة حب مصرية من أجل مصر. الجميع نازل يشارك وإيجابي، وهذه هي روح الديمقراطية. لم يكن لأحد من المصريين في الخارج، وكلهم لديهم الوعي الكبير، انتخب قل نعم أو لا، لكن المشاركة في حد ذاتها هي الديمقراطية التي يعبر عنها استفتاء الدستور الجديد. التواجد المصري جم على بعد أميال كبيرة من السفارات لكي يدلوا بأصواتهم، وهذا حتى اصطحبوا أطفالهم وأصغر طفل شفناه في نيوزيلندا وفي استراليا وهو واقف جنب والده أو والدته علشان يشوف هذه العملية الانتخابية، لأن كانت روح الأسرة المصرية
تشكل المصريين في الخارج في التوافد على السفارات. إضافة للتسهيلات كما جاء في التقرير كانت واضحة، والسفراء وفروا كل الإمكانيات وأجهزة الكمبيوتر، إضافة لغرفة عمليات وزارة الهجرة اللي بتتابع أول بأول. هذا كان محور سؤالي التالي، يعني كيف رأيت الإعداد من قبل وزارة الخارجية، خاصة أن العملية يعني كان الإعلان سريعا وبدء الانتخابات سريعا، أم أنه كان هناك إعداد مسبق يعني تمهيدا لهذه الخطوة؟ تجربة المصريين في الخارج لا تحتاج لإعداد مسبق، يعني يمكن أنا واحد من اللي شاركوا في المصريين في الخارج من 2012. السفارات لديها استعدادات كاملة، والمصريين المتواجدين في الخارج أيضا يعرفون أيضا أهمية الاستفتاء. فوزارة الخارجية وفرت اللجان، وفرت الأفراد، وفرت الكوادر البشرية والأجهزة التي تساعد المصريين. كانت الأزمة أمام المصريين في الخارج وخاصة في بعض الدول المترامية الأطراف زي أمريكا وزي السعودية، إن المسافة بين مقر اللجنة وبين الإدلاء بالصوت مسافة بعيدة جدا، تصل ل 1500 و 1300 كيلومتر. ده هو المعوق الوحيد في الإدلاء بالأصوات. إنما السفارات، وزارة الخارجية أعدت كل الترتيبات والتسهيلات، والسفراء والقناصل والسادة الدبلوماسيين في كل المشهد اللي أنا شفته من أمس بالليل مع بداية أول دولة تصوت إلى الآن، والتصويت شغال طبعا في دول الخليج والدول المتوازنة معنا في التوقيت، ومتواصل في دول المغرب العربي وفي فرنسا لسه ما هيخلصوا بعدين. طبعا الولايات المتحدة لم تفتتح أبواب الولايات المتحدة لم تفتتح أبوابها بعد، ولكن زملائي وأصدقائي اللي في أمريكا، الجالية المصرية معدة أتوبيسات من أماكن بعيدة إلى مقر القنصليات في شيكاغو أو في واشنطن أو في نيويورك لكي تسهل على المصريين الإدلاء بأصواتهم. وهتشوف مع بداية فتح اللجان في شرق أمريكا أو غرب أمريكا هتلاقي توافد كثير من الجالية المصرية. وقبل أيام كان الرئيس في أمريكا وشفنا تفاعل هذه الجالية مع الداخل المصري مسلميها وأقباطها. فأنا أعتقد المصريين في الخارج هيضربوا مثل مهم للمصريين في الداخل، وأتمنى أن يخلق تنافس كبير مع الداخل المصري، وهذا يعكس عمق الانتماء للمصري في الخارج. المصري في الخارج يذهب إلى الخارج سواء باحث أو دكتور أو بيعد الدكتوراه أو بيبحث عن عمل، لكن عينه على مصر لأن المستقبل يراه هنا في مصر. نعم، ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء محسن الفحام، أستاذ إدارة الأزمات، مساعد وزير الداخلية الأسبق. مرحبا بك لواء محسن، وكيف ترى الإعداد لسير العملية، عملية الاستفتاء؟ تفضل. مساء الخير. طبعا يمكن عايز أقول أنه في أول مرة أشوف هذا الكم من الحشود وبين اللقاءات الجماهيرية التعبوية والشعبوية. الحقيقة في الفترة السابقة أنا طبعا شرفت أن أنا أكون مشارك في البعض منها، لكن خليني أقول لحاجة دلوقتي، النهاردة اللي جان هتفتح بكرة. خليني أقول لك أن دلوقتي في أكثر من حوالي يمكن 24 مسيرة حشيدة على مستوى الجمهورية في معظم المحافظات. لكن أنا بشارك دلوقتي في مسيرة في منطقة المعادي وطرة فيها حوالي يمكن ما يقرب من حوالي 8000 شاب وامرأة ورجل خارجين عن ذكرى تقضيهم الحقيقة بعد صلاة الجمعة حتى الآن. أنا الحقيقة يعني في حالة سعادة كبيرة، لأن الناس بدأت تفهم أو فهمت فعلا المبررات الأساسية والأهداف الرئيسية اللي من أجلها حصل تعديل في بعض المواد الدستورية. وخلينا نتكلم برضو من المنظور الأمني، يعني بصفتي برضو رجل الأمن عايز أقول إن الأمن دي سلعة غالية جدا ما يشعرش بيها إلا اللي فقدها، وإحنا فقدنا هذا الإحساس يمكن من 2011 لغاية بدايات 2014 وحياتي تتذكر الفترة دي طبعا. ففي هذه الظروف الحقيقة اتحط دستور 2014، فكان بعض الظروف اللي واكبت إعداد هذا الدستور ما كانتش مدية المناخ الملائم والآمن إن الدستور يتحط بالشكل الأمثل للمرحلة اللي إحنا بنمر بيها دلوقتي. ومن هذا المنطلق فالناس فعلا تفهمت بفضل الحقيقه البرامج وبفضل الندوات واللقاءات وفوق كده وكده اقتناعهم بالقياده السياسيه.
ومصداقية القيادة السياسية، إنه يعني إذا قال فعل وإذا وعد أوفى. فهو النهاردة خلينا نقول إنه تعالى نشوف النهاردة إيه اللي حصل خلال الثلاث أربع سنين. إحنا مش كنا مستلمين الدولة دي شبه دولة، ده كلام السيد الرئيس مظبوط ولا لأ؟ النهاردة نشوف العشوائيات، نشوف منظومة الصحة، نشوف محاولات دلوقتي منظومة التعليم، الكلام ده كله الحقيقة ما كانش موجود قبل كده. من هذا المنطلق أنا بقول لحضرتك مبدئيا هناك نمرة واحد، إن الناس نازلة عن اقتناع، معظم الناس نازلة عن اقتناع بأنه فعلا حان وقت التعديل، لأن زي ما دايما كل الناس قالت إن التعديل ده أو الدستور ده من فعل البشر، وإنه بيتغير بتغير الظروف اللي بتمر بها الدولة ما بين كل فترة وأخرى. أما بالنسبة للاستعدادات، فطبعا وزارة الداخلية امبارح السيد الوزير محمود توفيق عمل اجتماع مع كبار مساعديه ومع السيد مدير الأمن على مستوى الجمهورية من خلال الفيديو كونفرنس، اطمن فيها على كل الاستعدادات اللي وزارة الداخلية مجهزها، وأيضا القوات المسلحة طبعا بتساعدها في إعداد كل المقرات اللجان اللي موجودة على مستوى الجمهورية من أسوان لغاية مرسى مطروح، في يعني استعدادات غير عادية. أنا شايف إن الناس هتكون حريصة جدا جدا إنها تنزل في أول يوم بالذات، أول يوم، لأن ده اللي هيدي الانطباع الأمثل للعالم كله منتظر مدى الوقوف على مدى وعي الشعب المصري وعلى مدى اهتمامه بمستقبله أو المستقبل اللي هو بيهدف إلى تحقيقه، مش ليه، لأولاده ولأحفاده من بعض. اللواء محسن الفحام أستاذ إدارة الأزمات ومساعد وزير الداخلية سابقا، شكرا جزيلا لك. طيب نعود مرة أخرى إلى عملية الاستفتاء في الخارج. بوجهة نظرك أهمية مشاركة مواطني الخارج في أي نوع من أنواع الانتخابات أو الاستفتاءات أو أي ما يتعلق بالعملية الديمقراطية؟ ده مهم جدا، والمصريين في الخارج اللي عاشوا فترة الثمانينات والتسعينات لغاية 2012 ما كانش لهم دور في أي انتخابات، سواء في مجالس النواب أو في رئاسة الدولة أو في أي استفتاءات تخص الدولة، كانوا هذا محور طلب المصريين في الخارج، إن هم يشاركوا في العملية الانتخابية، سواء اختيار نوابهم، سواء اختيار رئيس الجمهورية، أو أي استفتاءات تجرى داخل الدولة. هذا رغبة المصريين في الخارج. احنا لنا في الخارج الداخل 96 أو أكثر، والخارج حوالي 8-10 مليون حسب الإحصاءات. هذا عدد ليس قليلا. النهارده اهم الدول بوجهه نظرك أهم التي بها كثافه، المملكه العربيه السعوديه فيها اكبر جاليه لمصر في الخارج، وانا كنت رئيسها فتره طويله. في اكثر من 1.6 مليون ان لم يكن العدد زاد. عندنا الجاليه المصريه في الامارات، الجاليه المصريه في الكويت، الجاليه المصريه في البحرين، هذه اكبر كتل للمصريين في الخارج، اضافه لعندك جاليه مصريه مهمه في ايطاليا، جاليه مهمه موجوده في المانيا، في فرنسا، في بريطانيا، وفي اليونان طبعا. دي محور تمركز الجاليات المصريه. كان قبل كده الولايات المتحده الولايات المتحده مش اكبر، ليست بكتله كبيره. الولايات المتحده العدد ليس قليلا، الولايات المتحده وكندا العدد يتعدى ربع مليون او 300,000، لكن لا يشكل كتلة مجموعه ساكنه في المملكه العربيه السعوديه يعني. او الامارات. وهناك فرق بين المصريين في الولايات المتحده وهنا. اغلب المصريين في دول الخليج يعني بيزوروا الدولة بشكل متقارب، وارتباطاتهم سريعة مع الداخل المصري وأكثر تأثرا بالداخل المصري، ولذلك سنجد مشاركة مهمة في دول الخليج جميعا. وشفنا في الكويت النهاردة إزاي المصريين، وده بالحقيقة. طيب بمناسبة التكلم أو التحدث عن الكتل، نوعية الكتل، ما هي مزاجية الناخب أو الفارق بين مزاجية الناخب الخليجي، الناخب المصري في أوروبا، الناخب المصري في الولايات المتحدة؟ ما الذي يجذب هذه المرة الناخب في جميع دول العالم؟ مزاجيته متقاربة، إنه جاي هذا الاستفتاء من أجل مصر وإنقاذ مصر، ومؤمن تماما بالتحديات الكبيرة
لمصر في محيطها الإقليمي والعربي والدولي، وإن الدولة بتقوم بإنجازات كبيرة وعليها أن تكمل مشوار هذه الإنجازات. ويرى في محيطنا خاصة في الشرق الأوسط، إذا نظرنا إلى اليمن، إذا نظرنا إلى سوريا، إذا نظرنا إلى الوضع في ليبيا، إن هذا الوضع المرتبك لا يبني دول. فالنزول هذه المرة ينزل ليس لتعديل الدستور، ولكن رسالة إلى كل العالم أن المصريين في الداخل والخارج حريصون على بناء الدولة المصرية، سواء بالمشاركة في الاستثناء، سواء بتحويل المدخرات. ولا ننسى أن هذا العام أعلى عام في تحويل مدخرات المصريين للخارج، وده أفشل دعاية الإخوان اللي كانت بتراهن على المصريين في الخارج. فالمزاج هذه المرة هو بناء الدولة، وبناء الدولة لا يحتاج لرهان. الرهان الوحيد على إعطاء ورقة للقيادة السياسية لتستمر إلى الأمام في تحقيق الإنجازات لصالح المواطن في الداخل. يعني نعود إلى مرة أخرى إلى التعديلات الدستورية وأهميتها في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة في الوقت الحالي، ما هو رأيك؟ رأيي أن هذه التعديلات مطلوبة، وأن الدساتير ليست نص قرآني ولا يصنع حسن النوايا. أنا لا أشكك في الدستور الذي تم قبل هذه التعديلات، لأن كانت في مرحلة وظروف صعبة، وظروف دولة خارجة من مرحلة الإخوان ومرحلة السعين لتفكك الدولة والطابور الخامس وغيره. أما هذه المرحلة الدولة مستقرة وتخوض غمار تنمية في اتجاهات غير مسبوقة. مصر التي كانت تقطع فيها الكهرباء في اليوم 4 مرات، النهاردة عندنا فائض من الطاقة ونصدره للخارج. مصر التي كانت بلا طرق، النهاردة عندنا أكثر من 5000 كيلومتر طرق، عندنا أوسع شبكة كباري في العالم، عندنا أعلى كوبري في العالم أو أوسع كوبري في العالم. يعني هذه المرحلة عندنا خطط تنمية واسعة تمد، عندنا مدن جديدة، عندنا قضاء على العشوائيات، ومدينة الأسمرات نموذج للأمم المتحدة في السكان تدرسه الآن كيف خطط مصر هذه الخطوة الحضارية. عندك بناء مساكن للشباب وصلت إلى 600,000 وحدة سكنية. هذا كله يحتاج أن ندعم هذا المشوار التنموي الذي بدأ في 2014، ولا بد لهذه التعديلات أن تتم. التعديلات ليست لصالح استمرار قيادة أو خروج قيادة من الحكم، لكن لصالح استمرار بناء الدولة المصرية وعدم تفكيكها كما هو يعمل الطابور الخامس والأصوات الفارغة التي تنعق من الخارج في أبواق توفرها دول معينة ومخابرات معينة من أجل زعزعة الاستقرار في مصر. وأعود إلى الخارج، إن المصريين في الخارج أكدوا اليوم بتوافدهم على اللجان مبكرا أنهم لا يستمعون إلى مثل هذه القنوات الضالة والمضللة. نعم، بوجهة نظرك أهمية الإعلام في رصد ما يحدث في مصر، يعني كيف تابعت يعني تناول الإعلام العالمي تحديدا فيما يحدث في مصر الآن من استفتاء على التعديلات؟ الإعلام العالمي وهذا كنت مع الدكتور ضياء غشوان امبارح، وكالات الأنباء العالمية ومغسلو وكالة الأنباء في العالم ولجان المراقبة اللي خدت تصريحات في الداخل والخارج والمنظمات المختلفة يعكس اهتمام كبير بما يحدث في مصر من استفتاءات، ويعكس أن لمصر دور محوري في هذه المنطقة. هنا الاهتمام الإعلام العالمي، جميع إعلام العالم اهتم بما يحدث في مصر، ولأن هذا الإعلام المواطن حيرد عليه غدا للدعاية المشوشة التي كانت تخرج بأن المصريين لن يخرجوا. أنا أؤكد لك أن الكثافة، وحسب مشاركتي في أكثر من 50 مؤتمر في قرى ومدن، أخرهم مؤتمر في المنيا في نادي الشباب، إن الشعب المصري سيضرب المثل، وهناك تنافس بين المحافظات المصرية من يكون أعلى نسبة تصويت. هناك رهان على القرى والريف ومن يكون أعلى نسبة تصويت. ومن هنا أنا أدعو رجال الأعمال المصريين والذين
نظموا لهذه العملية والبانوراما الانتخابية أن يرصدوا مكافأة معينة للقرى التي تحقق أعلى نسب تصويت على جميع على جميع قرى مصر. وهذا الدافع لا أقول غشوة للناخب المصري، ولكن لكي نقول للذين يعني حزب الكنبة آن الأوان أن تخرجوا لتقولوا نعم من أجل مصر. نعم، تنضم إلينا السيدة دينا مصطفى مراسلة النيل في أبو ظبي. مرحبا بك، وكيف أرصدي لنا يعني ما حدث اليوم منذ بداية فتح لجان الاقتراع؟ تفضل. أهلا بكم. توافد المصريون منذ صباح الباكر في 9 صباحا إلى أبواب السفارة المصرية في أبو ظبي وكذلك القنصلية المصرية في دبي. والحقيقة أنا ما لمست بنفسي منذ الصباح الباكر توافد جميع فئات العائلة المصرية، يعني أبناء الجالية المصرية بمختلف فئاتها، سواء كانوا شباب، فتيات، سيدات. السيدات شاركنا بقوة اليوم، سواء كانوا من كبار السن أو من الشباب أو من سيدات، يعني حتى ربات المنزل الطبيعيات كانوا يعني موجودين النهارده بقوة. وكان في إصرار على الإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية، ويعني وتحدثت مع عدد منهم الحقيقة وقالوا لي إنها مسؤولية وإنهم يرغبون بقوة في المشاركة في هذه التعديلات الدستورية الهامة لرسم مستقبل أفضل لمصر، يعني حسب قولهن. حتى الكبار في السن، السيدات الكبار في السن الحقيقة أصرنا أنهن يعني قدمنا اليوم إلى السفارة لإبراز تأييدهم لهذه التعديلات وإبراز إصرارهم على المشاركة بفاعلية في العملية الديمقراطية المصرية. حتى يعني الأبناء وبنات العائلات كانوا يعني تشدهم الحماسة والانتماء الشديد اليوم. الحقيقة على الجانب الآخر، يعني فريق عمل السفارة المصرية سواء كان في أبو ظبي أو دبي قدموا كافة السبل المساعدة الحقيقة، يعني فبالرغم من الحرارة الشديدة قاموا بتوزيع زجاجات المياه وقاموا بمساعدة كبار السن على مساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم. كان هناك تيسيرات كبيرة من قبل كل فريق العمل السفارة الحقيقة، وما زال حتى الآن يعني أجد هناك توافد كبير للمصريين. يعني نحن الآن الساعة 7:30 وباقي فقط 7:30 على التاسعة، حيث ستغلق السفارة أبوابها في زمان التاسعة، وما زال توافد المصريين بقوة خاصة منهم على المشاركة في هذه التعديلات. هل لديك فكرة عن عدد الناخبين الذين لهم حق المشاركة في الاستفتاء؟ يعني هل هناك من إحصائية حول عدد المصريين الذين يحق لهم المشاركة في هذا الاستفتاء في مجمل الإمارات، أم أنه ليس هناك إحصاء؟ تفضل. لا، في الواقع السفارة لم تردي بأرقام حتى الآن، ولكن أعتقد أنهم سيعطونا لنا يعني أرقام تقريبية يمكن غدا أو بعد غد سنحصل على هذه الأرقام. نعم. حتى الآن لا لم تصلنا أي أرقام. ليست هناك إحصائيات رسمية. دينا دينا مصطفى مراسلة النيل في أبو ظبي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نعود مرة أخرى ونعود إلى التغطيات العالمية. أنت تحدثت أن هناك نوع من عدم الحيادية أو نوع من فيما يتعلق بتناول وكالات الأنباء العالمية، ولكن هناك بعض الوكالات وبعض الفضائيات وكلنا نعرفها تعمل أحيانا على طريقة فويل للمصلين، لا تتناول الأمر بحيادية إعلامية، وهذا قليل جدا. ما لمسته محاولة التشويش على العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء، أعتقد هي عدد محدود جدا من الإعلام الغربي أو الأجنبي الواقع تحت سيطرة الجماعة إياها، لكن مجمل الإعلام العالمي يؤيد ما يحدث في مصر
وخبراء دوليين تحدثوا في الجيوسياسة أن من حق الدول أن تغير دساتيرها، وربطوا بما حدث في فرنسا وحتى بأمريكا وكثير من الدول. وتحليلات أكثر من رائعة تؤيد التجربة المصرية الحالية في تغيير الاستفتاء. تغيير الاستفتاء وبعض البنود، لأن تغيير بنود الدستور، تغيير بعض إضافة بعض المواد أو تغيير بعض المواد، هذا ليس بدعة مصرية، يعني أحد الصحفيين قال هذا الكلام، ولكن الدول تصنع دساتيرها بما يتوافق وظروفها ومقدراتها وقدراتها البشرية والتنموية وما يحيط بها من تحديات، وهذا ما تقوم به مصر. طيب، نعود مرة أخرى إلى المشاركين في الخارج، وأنت كنت أحد أفراد الجالية المصرية في السعودية، ما الذي يتأملونه يعني كمواطن في الخارج؟ ما هو الغير موجود الذين يريدونه أن يكون موجودا، سواء في الخدمات المقدمة لهم أم في وطنهم الأم؟ ما هي رغباتهم الحقيقية؟ هي رغباتهم الحقيقية بشكل رئيسي بعيدا عن المطالب الشخصية إن هم يفتح لهم باب الاستثمار بشكل أفضل ومناخ أكثر ترحيبا في مصر لاستثمار مدخراتهم، بأن يكون مثلا شركات لمجموعة أفراد، يبقى في تسهيل كبير في تأسيس الشركات، ما يضيعوش وقتهم في الأجازة. وسمعوا كتير عن الشباك الواحد، لكن بيروا أن هي لم تتحقق بشكل كبير، رغم أن سيادة الرئيس عبد الفتاح دعا أكثر من مرة لتسهيل للمصريين في الخارج. يبحثون عن فتح مجالات استثمارية لهم في أشياء جديدة كما يروها في الخارج، وتكون المناخ مريح في مصر. طب هذه نقطة هامة جدا، يعني بدلا من أن يستثمر المواطن المصري أمواله في الخارج، بالضبط هم يريدون نوع من التوجيه فيما يتعلق أو نوع من القيادة الرشيدة لأموالهم أو التصرف الرشيد في أموالهم في الداخل المصري. بوجهة نظرك أصلا، وبعيدا عن الشباك الواحد، ما هي أيضا المطالب التي يريدها المصريون في الخارج والتي تحقق هذا الغرض؟ تسريع تخصيص الأراضي للمناطق الصناعية اللي عايزين يعملوها، إن يتم الوفاء بسرعة على شركات المجموعات، يعني لو مجموعة عايزة تعمل شركة أدوية، مجموعة تعمل شركة كذا، ويسمحوا لهم للخبرات المتوافقة زي اللي في ألمانيا وكثير من الجالية في مصر، يقولوا احنا عايزين نعمل كذا ونروح نصطدم ببعض روتين القوانين. هذا هو المطلوب للمصريين في الخارج. مطلوب لهم ايضا ان يكون وزارات المختلفة لها مكاتب في السفارات توجههم زي ما تفضلت، او من حين لاخر يبقى مندوب مثلا عن الاستثمار، مندوب في فترة من اللي انا كنت فيها في الخارج كان في لجنة اللي هي بتقوم من وزارة الخارجية لزيارة المصريين في عدد من الدول، كانت مهتمة بالدول العربية أكثر من الدول الأجنبية، وكان اهتمامها بأن تجديد التجنيد أو شيء من هذا القبيل، أو الأجازات، فتح الأجازات، ودي أصبحت مشاكل منتهية. المشاكل الآن هو كيف يستثمر المصري مدخراته من بنك في الخارج إلى داخل الوطن في مصر في مشاريع أيضا تكون عليها جدوى اقتصادية، لأن هم بيروا أن لابد يرجعوا وأبنائهم ويبقى عندهم مدخراتهم، ما يبقاش عبء على الدولة يبحثوا عن وظيفة لأبنائهم، يبقى وظائفهم في شركات. طيب، خاصة يعني ونحن نتحدث عن الكتلة الخليجية تحديدا، وهي كما تقول هي العدد الأكبر، بالضبط، وفيما يبدو أنها الأكثر ادخارا والأكثر تحويلا لمصر. نرى الآن هناك منافسة مع مصر تحديدا من الدول التي انفكت عن الاتحاد السوفيتي السابق، كازاخستان، طاجيكستان، أذربيجان. هذه الدول توفر مناخ رائع للاستثمار، وأيضا هي دول ذات طابع إسلامي، يعني هذه الدول هي جاذبة. أنا أتحدث من واقع تجربة شخصية. كيف يمكن
أن ننفذ هذه الدول؟ هل نحتاج إلى لجنة يعني تذهب هناك وتعاين ما الذي يتوفر للمستثمر المصري حتى يذهب بأمواله هناك بدلا من أن يعيدها إلى بلاده؟ هناك أيضا نوع من التوطين، يعني هناك هذه الدول تتيح وتتيح الجنسية أيضا. بالضبط. هذا مطلوب من مسؤول على الاستثمار في مصر، وهذا موجه إلى الدكتورة ساحق نصر، إن هي يبقى لديها لجان مهمة تلتقي بالمصريين في الخارج، وخاصة رجال الأعمال وكبار الأطباء وكبار المهندسين، ليروا ماذا يريد المصريين. في نقطة أنا معاك، إن دول آسيا الوسطى منطقة القوقاز كلها فتحة للمصريين بشكل واسع، وتوطين وجنسية وتعليم وحاجات وأشياء كثيرة، لكن المصري بطبعه يريد أن يستثمر داخل بالطبع. يبقى لازم أعمل جسر تواصل. السفارات يجب أن تخرج من بوتقها وتفتح المجال لمسؤولين مصريين يشرحوا للمصريين في الداخل كيف تقيم شركة أو قبل أن يشرحوا يجب أن يكون هناك إعداد هنا سواء من حيث نوعية المناخ الاستثماري أو من نوعية البنية التحتية في أماكن معينة، ويذهب المسؤولون هناك لدعوة المستثمر المصري للاستثمار في هذه المنطقة المحددة لنوعية معينة من الاستثمار، يعني كما يحدث في الخارج. لا تتخيل عندما أعلنت وزارة الإسكان مشروع بيت الوطن كيف تقدم له المصريين في الخارج برغبة، ودفعوا ملايين الدولارات، ولكن في النهاية اصطدموا بالتخصيص، اتأخر شوية، الشمس من هذا القبيل. بيروقراطية، هم مش عايزين الروتين يسيطر على العمل، هم في الخارج، وبرضه مش راضين ان مدخراتهم تبقى في بنك من البنوك وسكنة. هم يروا ان لما يفتح مصنع في مصر ايا كان حجم المصنع، زي ما بقولك اللي هي الشركات الصغيرة والمتوسطة، ده بيفتح مجال رزق لعدد من المواطنين، هو وأسرته وأبنائه ومن يستطيع أن يعمل معه، وبالتالي يفتح باب للتوظيف، يفتحه يسعوا المصريين في الخارج. أنت سألت سؤال مهم عن مدن للمغتربين، يعني مناطق للمغتربين يستغلوها، سواء صناعية سواء سكنية، ويبنوا فيها جامعة للمغتربين. في أفكار كثيرة، ولكن للأسف اتحادات المصريين في الخارج تشغزمت، أصبح عدد كبير جدا، ما أصبحتش تعرف مين الاتحاد ده من الاتحاد ده، يعني ده برضو يحتاج في داخل الدولة الواحدة والاتحاد العام للمصريين في الخارج هنا يعني تواصله مفكك مع 129 جالية أو 140 جالية حول العالم. لماذا عند هذه النقطة تحديدا، يعني ما هو المطلوب من هذا الاتحاد حتى يكون تواصله مطلوب أفضل؟ أن يتعاون مع السفيرة نبيلة مكرم ويتدارسوا معا بدلا من الاختلاف، وأنه يشوفوا إيه اللي عايزينه المصريين في الخارج. هم اتحادات استقصائية، أنا مش عايز 100,000 اتحاد وفي النهاية كل اتحاد فيه 5-6. أنا عايز اتحاد قوي، اتحاد لما بدأ الاتحاد ده في سنة 84 كان بادئ على إن يكون فيه جامعة للمغتربين، مدينة صناعية، مستشفى يقيمها أطباء مصر في الخارج، العلماء، مصانع يشارك فيها مصر. بدأ على أساس عظيم. كل هذا لم يحدث؟ لم يحدث بالشكل اللي هو يحقق طموحات المصريين. مصر علماء كثيرين في الخارج في الطب والصيدلة وفي علوم الفضاء، وكثيرين من المصريين لديهم ابتكارات والجامعات العالمية تعلم ذلك، وعندنا أكثر من عالم، لكن اصطدموا بأشياء كثيرة في مصر. تحتاج من وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الاستثمار مع رئاسة الوزراء بأن توحد الاتحادات، يطلع للمصريين في الخارج هيئة المصريين في الخارج. ده طلب بقى له زمن من أيام الوزير عصمت عبد المجيد، يعني دكتور عصمت عبد المجيد، يعني هيئة المصريين في الخارج لم يصدر. يعني صحيح اتحقق للمصريين مع الرئيس السيسي حلم نواب للمصريين في الخارج في المجلس في البرلمان، ودي انتصار كبير لهم.
التصويت انتصار. هل يعبرون عن مطالب ورغبات المصريين في الخارج؟ يعني ده التجربة هي لسه التجربة على دورة أو دورتين. ما نحكمش على دورة ونقول نجح. لكن أنا أتحدث لأن هذه الشريحة هامة جدا بالنسبة ليس لمصر لأي وطن. المغتربون هم ليسوا فقط يعني جالبوا أموال ولكنهم عقول ومفكرون وهم ضمير الوطن في هذه الدول. هو هناك في الدول العربية مثلا طالب للمصريين في الخارج ان اولادهم يكون في شروط معينه في دخول الجامعات، التحاق بالمدارس، تسهيلات. لان انت قلت انه لو كان الاتحاد قد اسس هذه جامعه المغتربين والخدمات بمدينه سكنيه المصري يطمئن على اسرته. انما النهارده المصري احيانا يضطر للنزول الى الدوله ويفقد وظيفه، هو مش هيخش مكانه مصري تاني بسبب انه عايز طبعا يكمل ولاده التعليم، الاسره تعيش ملتئمه. انما لما يكون في جامعه وفي سكن لابنائه او على الاقل عمليه تاخي بين الجامعات هنا وجامعات مثلا في دول الخليج التي لا تقبل مصريين، تسهيل الاوضاع هناك برضو مطلوب علشان تسهيل للاسر المصريه ان ابنه مثلا التي تضطر للنزول الى مصر او الذهاب الى دوله اوروبيه لاستكمال التعليم الجامعي لابنائه. لو قلت لك على الرقم اللي بيتعلم في ماليزيا في الجامعه في ماليزيا رقم كبير، او في حوالي يعني رقم من المصريين حوالي اكثر من 15,000 طالب في الجامعات الماليزيه من الخليج بدلا من ان ياتوا الى هنا. انا كنت اتمنى ان يكون ابناء مصر لهم تسهيلات هنا ويبقى في سياحه تعليميه يعني زي ما نجحت الاردن في هذا. فهذه مطلوبه دي المصريين، ان المصريين في الخارج اكثر يعني حبا للوطن وانتماء من كثيرين في الداخل. انا ما بقارنش، انما يعني بحكم الغربة وبحكم البعد عن الطواق هو شايفك أكثر ما أنت شايفه بالطبع ويستحق أن تراه أيضا أن تراه بنفس نظرة الحب والشغف يعني التي طيب نتوقف هنا فقط. وقد انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك، وكيف تقيم عملية الإقبال الخارجي اليوم على التعديلات الدستورية؟ مساء الخير عليك استاذ اشرف وعلى ضيفك الكريم. اهلا وسهلا. طبعا المصريين دايما الحقيقه وخاصه في السنوات الاخيره بقى في نوع من الحبل الوعي. اعتقد ان مساله الوعي العام زادت عند المصريين، وزي ما قال استاذنا المصري في الخارج الحنين للوطن والشجون ربما تزيد من هذا الوعي وبتدفعه لتوجه لصناديق الاسترسال. وانا شايف الحقيقه الحركه في بعض الدول خاصه الدول الكثيفه التواجد المصريين مرضيه. احنا لسه قدامنا وقت، لكن اللي يحصل دلوقتي التوجه مرضي، وانا بعتقد النتيجه في النهايه المهم ان الجميع يشارك بصرف النظر عن نعم او لا. المهم ان الجميع يشارك. وانا شايف الحقيقه في بعض اللقاءات الحقيقه سبيرو عامله شغل كويس بره الحقيقه مراسلينها، وفي رسائل بتعكس الحقيقه الوعي المصري في الخارج بضروره واهميه، وده المهم. هو مش نتوجه بس، المهم ان هو يبقى فاهم ايه الموضوع، ايه فلسفه التغيير او التعديل اللي حصلت في بعض المواد او الاضافه بمواد اخرى، وده معناه ايه. الناس كلها أيضا كما تحدثت مع ضيفي، ما الذي سيعود عليه من هذه التغييرات؟ ضيفي تحدث عن مطالب كثيرة للمصريين في الخارج وجهد كبير يجب أن يبذل لجذب هذه الشريحة، ليس فقط لاستجلاب أموالهم ولكن الاستفادة من خبراتهم. شوف أستاذ أشرف، الدستور له مهمة الحقيقة ليست مهمة تفصيلية، ده بيترك ربما للقوانين او للسلطه التنفيذيه لتترجم ما يرد في الدستور بقوانين بلوائح بأجهزة بهيئات تحقق رغبات المصريين. الدستور الحقيقه
احنا زي ما عارفين واستاذنا قال والناس كلها عارفة، الدستور ده عقد اجتماعي وينظم علاقات ويزير علاقات ويضبط اداء ولكنها يعني ولكنها تمهد لهذه القوانين التي تتحدث عنها. نعم. ولكنها نعم. تسهل يعني تدشين هذه القوانين. نعم. من المؤكد أن الناخب الخارجي واعي إلى هذا. تفضل. نعم، هو بلا غطاء دستوري أو صياغة دستورية للمواد ما فيش قوانين بتتعمل. طبعا. وبيبقى المشرع الحقيقة في البرلمان مقيد بما يرد في الدستور. وأنا شايف أن الحقيقة هناك مكاسب في الفترة الأخيرة في الدستور ده، سواء التعديل ده والتعديل اللي قبليه، في مكاسب للناس في الخارج. لكن أنا عاوز أقول على حاجة عشان يبقى أكثر واقعية، مسألة الإصرار على تمثيل الناس في الخارج، أهلنا اللي في خارج البرلمان، مسألة الحقيقة محتاجة أن احنا إعادة النظر فيها. لهم مطالب كتير ولهم الحقيقة أماني وأهداف كثيرة، وهم بالنسبة لأي دولة رافد جيد، سواء في تسويق الدولة في الخارج أو رافد استثماري أو اقتصادي للدولة. وده أنا بعتقد أن الأهم في العلاقة بين الإنسان المصري بره وبين الدولة بتقود وزارة. وزي ما قال أستاذنا الحقيقة السيدة السفيرة نبيلة مكرم من أفضل الحقيقة من أظهر هذه العلاقة، والحقيقة عملت أحبال سرية كثيرة ربطت ما بين المصريين في الخارج والداخل. وإن كان لازلنا نطمع في مجهود أكبر والاهتمام والنظر لإدارة العلاقة بين المصري في الخارج والوطن بشكل أكثر وعيا للاستفادة من وجودهم، لأن ده دول الحياة كل واحد فيهم استفارة لنا في الخارج وشريان للاقتصاد الداخلي. في كل الأحوال أنا متصور أن هذه التعديلات الدستورية إذا كنت بس بتركز على باب العلاقة مع الأشقاء في الخارج ده حاجات جيدة جدا، لكن أعطى أيضا للمرأة حق الحقيقة واجب، اعتقد انه كان واجب اعطى لكل الفئات نوع من التوازن في التمثيل داخل البرلمان. وفي كل الاحوال انا في تصوري ان ما يحدث الان هو عملية تمتين لاركان الدولة. احنا كنا بنبحث عن دولة لقيناها، عملنا اركانها، تدعينا الاركان. النهاردة انت بتمتن ولكل اللي بيسمعنا التعديل او اللي حصل في الدستور النهارده، مش عشان بس في بعض الكلام في خلط شديد. الحقيقه احنا الدستور قابل للتغيير في اي وقت، لكن كتب في سياق زمني وظروف معينه المفروض ان كل فتره بتعيد مره ثانيه. نعم بالفعل دكتور سعد، تحدث ضيفي في هذه النقطه تحديدا في بدايه الحلقه، وعفوا على المقاطعه نظرا لضيق الوقت، الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك. كلمه اخيره في 30 ثانيه لانه تدرك الدكتور سعد انه قال الكلام كتير كنا عايزين نقوله. نعم. وان فعلا المصري في الخارج النهارده بيعكسوا صورة طيبة لحبهم للوطن، وصورة طيبة لأمالهم الكبيرة في بناء الدولة المصرية اللي يعشقوها. أنا عايز أقول أن الإعلام المصري القومي هم لا يرون إلا هو، برغم المغريات اللي حواليهم من القنوات الخارجية. فأنا بنشكر المصريين في الخارج وبشكر الدكتور سعد على الأهل. شكرا لك وشكرا له. لا يستعنى في نهاية هذه الحلقة غير شكر ضيفنا الأستاذ ماهر عباس نائب رئيس تحرير الجمهورية، وشكر موصول لكم مشاهدينا تابعتم معنا هذه الحلقة. إلى اللقاء.